ريش بالعسل النحل. طيب عندي ريش ضاني وسمسم وزيت سمسم وصويا صوص، بابريكا، بصل وزنجبيل طازة، كزبرة خضراء وتوم، عسل نحل، ملح وفلفل، وهنقدمها مع النودلز. هنعمل ايه يا سيدي؟ ولا حاجة ولا حاجة. عندي زيت السمسم ده ريحته فوق الرائع، اللحمة بتاعتي ايه؟ نجيب حبة ملح، ده الشغل الكلاسيكي بقى الحلو، وادي فلفل، وادي شوية بابريكا كده كده كده، حتة لحمة ريشة زي الفل، ريشة زي الفل، برضو حبة البابريكا، حبة الفلفل، حبة الملح كده. نعمل حبة زيت زيتون، حبة زيت سمسم، ويسيبهم يسخنوا قوي. نيجي هنا بقى، نيجي هنا فين مش عارف، هو يا جماعة اهي ده الزنجبيل بتاعي، حبة زيت سمسم تاني اهو، باجي على الطاسه دي كده اهو، دي اشتغلت. طب هي كفايه طاسه واحده طالما العمليه ايه جابت تشك كده. دي النودلز بتاعتي، ادي حبة بصل، وادي توم اهو، السمسم بتاعي اتحمر معاها، فل الفل فل الفل. صلاة النبي أحسن. نفس الطاسة، انقل بقى الريش بتاعتي كده، وادي شويه من الزيت، ونيجي هنا ادي الجنزبيل، وادي الريش. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي مليون مره. ايه يا عم ده؟ طب ايه اللي انت عامله ده؟ وتعرف بقى تغني وتقول العسل النحل نازل على تحت اهو.